علامات إذا رأيتها فاعلم أن الذي أمامك يريد لك الخير ولا يحسدك أبدا. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ موضوع هذا اللقاء أحب أن أقول كلمات قليلة جدا. كل واحد منا يريد الخير لأبنائه أو لأبيه أو لمن يحب، يعني أنت من تحبه تريد له الخير. انظر إلى سلوكك معه، هل تفرح إذا أصابه خير؟ إذا أنت تحب له الخير. هل تحزن إذا أصابه شر؟ إذا أنت تحبه، وهكذا. هذا المقياس كل واحد يطبقه على نفسه ليستوعب فكرة هذا اللقاء. الذي يريد لك الخير أخي الحبيب، أول شيء يجب أن يتحلى بصفة الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني حب الخير عكس الحسد. ما هو الحسد؟ هو تمني زوال النعمة، تمني الشر، تمني الضر لك، تمني أن تزول عنك أي مظهر من مظاهر النعمة أو الخير أو العافية. الحاسد إذا رأى عليك خيرا يكره، يظهر ذلك في وجهه. المؤمن المحب لك إذا رأى عليك خيرا يستبشر، تجد الابتسامة في وجهه، تلمس ذلك في نظرات عيونه، وكل واحد منا أحبتي في الله يعلم ذلك في داخله. المؤمن تجده دائما يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سبحان الله، تشعر بلهفته تجاهك عندما يرى نعمة عليك. بينما الحاسد تجده صامتا، لديه غيظ في داخله، تشعر على قسمات وجهه، علامات وجهه، سمات وجهه متغيرة. طيب إذا أصابك شر يستبشر الحاسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا ويتولى وهم فرحون، يفرح بالمصيبة. هذا هو الميزان أخي الحبيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحنا أن نحرص على المؤمن، على صحبة المؤمن، أن لا يأكل طعامنا إلا مؤمن، إلا تقي، أن لا نصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامنا إلا تقي. هذه النصيحة أراد النبي عليه الصلاة والسلام لنا الخير، لخص لنا أسلوب الحياة أو أسلوب العلاقات الاجتماعية. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الله يقرب التقي، لا يقرب الملحد ولا الغافل ولا العاصي ولا المتستكبر، يقرب التقي. الله يقرب إليه التقي. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فأنت إذا أردت أن تنجح في علاقاتك الاجتماعية وتتجنب الشر، انظر إلى قلب من تتعامل معه. والقلوب لا يعلمها إلا الله، ولكن هناك سماهم في وجوههم، هناك تقاسيم، علامات على الوجه تظهر. من يحب لك الخير واضح. إذن أخي الحبيب، إذا أردت أن تكتشف أن هذا الإنسان يحسدك، العلامات التي تظهر عليه هي عكس علامات من يحبك. يعني من يحبك يفرح بفرحك ويحزن لحزنك. إذا رآك أخطأت ينبهك،
الحاسد لا ينبهك لأنه يتمنى لك الشر، يراك على خطأ ويؤيدك ويشجعك ويقول لك استمر في هذا الخطأ، ويريدك أن تتورط في مشاكل، يريدك أن تدخل في نفق الهموم لأنه سيفرح. هذا هو الحاسد، سبحان الله، هذه طبيعة الحاسد. فأريد أن ألخص هذا اللقاء بكلمات قليلة أخي الحبيب لكي لا أطيل عليكم. العلامة الأولى التي تراها على المحب لك هي الابتسامة الظاهرة في عينيه قبل فمه، يتبسم، يقول لك سبحان الله، تشعر أنه فرح لما أصابك من الخير. إذا دخل إلى بيتك تجده مبسوط لك، فرحان لك، وأنت تشعر بذلك أكيد. الحاسد عكس ذلك، يدخل وهو صامت، يدخل وهو ينظر من طرف خفي، تشعر أنه يكبت في داخله الحقد لك، لا يظهره ولكنه يكظم هذا الغيظ والحقد في داخله. الذي يحب لك الخير إذا أصابك شر يحزن، الذي يحسدك يفرح، يعني عملية عكسية دائما. الذي يريد لك الخير ينصحك دائما، هذه ثلاث علامات قلنا، يريد لك الخير، يفرح للنعمة التي تصيبك، ويحزن إذا أصابك مكروه، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه الذي يريد لك الخير دائما يدلك على الخير، ينبهك عندما تخطئ. الذي يحسدك يشجعك على الخطأ، إذا كنت تدخن يقول لك دخن أيضا بزيادة، إذا كنت مثلا تسير في طريق خاطئ يدفعك باتجاه الخطأ أكثر. هذا هو الحاسد. الذي يريد لك الخير تجده يعني يحاول أن يخلصك من الشر، ينصحك، يؤلمك أحيانا، يريد لك الخير، لا يريدك أن تتورط. إذن هذه أهم ثلاث علامات أخي الحبيب ينبغي أن نتعلمها ونحذر، ولا ننسى المعوذتان، لا ننسى المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دائما. اجعل لك نظاما يوميا وهو أن تقرأ هاتين المعوذتين، وبخاصة قل أعوذ برب الفلق. كلما شعرت أن إنسان قد يحسدك بشكل عام، اقرأ هذه السورة عشرات المرات كل يوم، ستكسب بكل حرف حسنة، وسوف تحميك هذه السورة من شر الحاسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.